حقيقة حتى لم تعلن الشرطة الباكستانية عن سبب الهجوم. المنطقة التي أصابها الهجوم هو سوق مكتظ وسط مدينة بيشاور، عبارة عن عدد من الأزقة المتلاصقة والمحال التجارية المتلاصقة في أحد أحياء المدينة التي تعد من الأحياء القديمة. حتى الآن من الصعب التكهن بماهية هذا الانفجار، سواء كان عضوة ناسفة أو سيارة مفخخة. الشرطة هرعت إلى المكان، طواقم الإسعاف هرعت إلى المكان، وهي الآن تقوم بمحاولة إخلاء المصابين. لا تزال النيران حقيقة مندلعة في عدد من المحال التجارية. قبل لحظات انهار جزء من أحد المباني في المنطقة. هناك خشية من أن يرتفع عدد ضحايا الهجوم. هناك حالة من الفوضى والارتباك في صفوف قوات الأمن وفي صفوف أيضا المواطنين في المدينة. هذا الهجوم هو الهجوم الثاني. قبل نحو 10 أيام أو أسبوعين استهدفت سيارة مفخخة سوقا مزدحما ومكتظا بالمرة وسط مدينة بيشاور، وأدى إلى مقتل 50 شخصا. طب هل بصمات هذا الانفجار تشير إلى نفس بصمات الانفجار السابق، علما بأن يعني التفجيرات تكررت كثيرا في باكستان؟ في الانفجار السابق أشارت الحكومة بإصبع الاتهام لحركة طالبان باكستان للوقوف وراء الهجوم، لكن حركة طالبان لم تتبنى الهجوم السابق، كما لا يتوقع أن تتبنى هجوم اليوم. عادة ما تتجنب طالبان الاعتراف بمسؤوليته عن مثل هذه الهجمات، خاصة وأن على ما يبدو أن جل الضحايا الذين سقطوا اليوم هم من المدنيين. أود أن أشير هنا إلى أن الهجوم السابق تلا هجوما تعرض أو وقع بالقرب من السفارة الهندية في كابل. هجوم اليوم جاء بعد ساعات فقط من تعرض مكتب تابع للأمم المتحدة في كابل لهجوم. السلطات الباكستانية عادة ما تلقي باللوم على الجماعات المسلحة وحركة طالبان بأنها مرتبطة بأجهزة استخبارات أجنبية، في إشارة إلى أجهزة الاستخبارات الهندية والأفغانية، وإن كانت حركة طالبان تنفي ذلك باستمرار. الهجوم تزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للعاصمة الباكستانية إسلام آباد هيلاري كلينتون، وفي حديثها للصحفيين أقرت بأن باكستان بسبب التي تقودها. طيب عبد الرحمن هل ممكن أن تعطينا فكرة أوضح عن هذه المنطقة، منطقة بيشاور الباكستانية؟ هذا سوق شعبي كبير يتواجد فيه الكثير من الأشخاص الذين يأتون للتبضع، ولكن من ناحية أمنية هل هناك إجراءات أمنية عادة أو إجراءات سلامة تتخذ في مثل هذه الأسواق أم ماذا؟ حقيقة حتى الآن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة الباكستانية لم تنجح في منع مثل هذه الهجمات. هناك حالة من الازدحام الشديد في هذه الأسواق. السلطات أعلنت أنها أفشلت عدد من المخططات، لكن مع استمرار الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الباكستاني ومع التوتر مع الجارتين في الهند وأفغانستان، بإضافة إلى استمرار الأزمة، يعتقد كثير من المراقبين أن بيشاور تحديدا وبكون أنها قريبة من مناطق القبائل ربما ستتعرض للمزيد من الهجمات. طيب عبد الرحمن، يعني كنت أسأل هذا السؤال بالنسبة لتوقف السيارات أو إذا كان بالإمكان أي شخص أن يكون لديه حزام ناسف ويدخل، وذكرت بأنه هناك اقتضاض كثيف. طب ماذا عن حملة ضرب التي كانت تتحدث عنها الحكومة الباكستانية حول ضرب طالبان باكستان؟ الحملة لا تزال متواصلة، وبالأمس فقط أعلن الجيش عن مقتل 42 مسلحا من مسلحي حركة طالبان. الحكومة تعرف أن أمامها تحدي كبير وأن أمامها اختبار صعب في ضبط الأمن داخل العمق الباكستاني. هي تتوقع أن تشن حركة طالبان هجمات مماثلة. حركة طالبان تبنت عدد من الهجمات في السابق،
لكنها عادة ما تتجنب الاعتراف بمسؤوليتها عن استهداف المدنيين بهذه الطريقة وبهذا الشكل الذي رأيناه اليوم أو في الهجومات. سنتابع معك عموما في نشرتنا القادمة من إسلام أباد مراسلنا عبد الرحمن المزيني، شكرا جزيلا لك.